السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في قناتي منوعات مع نانو. اليوم إن شاء الله راح نعمل تحلية بسيطة لتيراميسو، تحلية إيطالية. دوزوا معايا إن شاء الله المقادير. عندنا هنا جبن ماسكربون، عندنا هنا سكر، شوية قليل من السكر، استعملت هذا البني لأنه صحي. 3 حبات تاع البيض، عندي هذو لي بودوا اللي نحن نستعمل فيهم التيراميسو، عندي كاكاو وعندي قهوة يعني سائلة، يعني كنت طيبتها وحطيتها. عندي هنا الجزء لطريقة التحضير. هنا عندي فصلت البياض مع الصفر، فصلت يعني البياض وحده والصفر وحده، وهنا نطلع البياض، نزيد له قرصة تاع الملح كما راكم تشوفون، ومن بعد نطلعه بالباتور حتى يولي لي كيما التلج. وهنا شوفوا معايا بعد ما طلعته كيما الثلج، شوفوا كيفاش يولي. يعني نطلعوه مليح مليح، شوفوا كيفاش ولا، يعني القوام تاعو هاك مروحو. وهنا عندي صفر تاع البيض، نزيد له هذه لافاني يعني اختياري، انا باش تروح لي برك الريحه تاع البيض. نضيفها هذه للصفر تاع البيض، ونضيف السكر هكا، بعد نبدا نخلط فيهم، نخلطهم مليح. نخلطه يعني مليح مليح حتى يبيض الخليط، شوفوا كيفاش ولا هكا، ولا شغل ابيض شوي. وهنا نزيدو نضيفو الماسكربون تاعي، نضيفو في الصفر البيض هذاك، ومن بعد نخلطو، نبداو نطلعو بالباتوغ ثاني، نطلعو مليح مليح، خلطوهم مليح مليح حتى يولي كثيف، يولي يعني الخليط يولي كثيف يعني متماسك شد روحه. خلطه مليح مليح، شوفوا كيفاش رجع لي القوام تاعو هكا. ومن بعد نخلطوا هذا الاخر، نخلطوه مع البياض، نضيفوا في البياض ونخلطوهم مع بعض هكا، نخلطوا مليح مليح ذاك البياض اللي كنت طلعته. خلطوا مليح مليح حتى يولي يعني
خليط متجانس شوفوا فاش يولي خليط يولي شويه متماسك هكا من بعد عندي هادو لي بدوات تاعي بعد ما خلصهم نديرهم في القهوه السائله هنمسهم غير شوي برك ونصدفوهم هنا بنتي تعاون فيا ربي يخليها حبت تعاونني دوكا يدير لي في تشمخ معايا هكا بعد نصدفو كامل ونحطو في البلا كيما راكم تشوفون كما خلوش لداخل القهوة بزاف باسكو من بعد ما تقدروش ترفدوهم بعد غير يتشمخ غير شوي البدوة نحوها ولا خصتكم القهوة زيدو يعني على حسب الكمية اللي عندكم هكا حتى نديرو كوش كومبلي تاع لي بدوة هادو ومن بعد نضيفوا الطبقه فوق هذو لي بدوه اللي مستفين شوفوا راني ضفت الخليط درت الطبقه ومن بعد نزيد ندير طبقه اخرى بلي بدوه يعني يولونا 3 طبقات هكا بعد ما استفت لي بدوه فوق الكريم هذيك انا عاود نحط ثاني الطبقه الثالثه تاع الكريم هذيك فوق لي بودوا ومن بعد نضيف الكاكاو من الفوق نشبحو نصفيه بهذه الصفايه هكا باش يطلع لي شباب هكذا نصفيه هكذا كما راكم تشاهدوا نغطي كامل هذيك الكريم بالشوكو بكاكاو بودر كما راكم تشوفوا هكا نغطو كامل سطح الكريم ومن بعد نغطوه ببابي فيلم ونخلوه في الفريجيدار من المستحسن ليله كامله ولا اكثر من 4 سوايع وهكذا بعد ما خرجتو من الفريجيدار بعد ليله كامله شوفوا كيفاش ولا متماسك يعني تماسك مليح مليح وشوفوا معايا المغسول اللي قطعته يعني 4 طبقات ما شاء الله يعني تحلية هايلة مناسبة لشهر رمضان الكريم خفيفة وبنينة هيا نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو استفدتوا من الوصفة هذه وان شاء الله تجربوها وردونا في تعليق ما تنسوناش تعليق شباب ولايك واشتراك وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله سلام.